السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمنكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم غدا نحضر معكم واحد الوصفة هكا اللي ساهلة وبسيطة، مقاديرها جد اقتصادية ومتوفرة في كل بيت. ما غاديش تقيسوا العجينة بايديكم نهائيا، ما غادي لا تعجنوا ولا تدلكوا، هكا تحضروها كاقتراح للكوتي او للفطور او علاش لا تقدموها كذلك حتى للضيوف ديالكم. راه كيجي رائع بزاف، واحد العجين اللي كيجي خفيف بحال الريشه ومقطن. كنتمنىكم فعلا البنات تجربوا هذه الوصفه وغادي تشكروني عليها وغادي تعاودوا تصايبوها مره اخرى. فكيف العاده ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وندوز معكم مباشره المقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله، في واحد البول غادي نوضع كاس ديال الحليب اللي خاصو يكون دافي. دائما العبار ديال الكاس اللي كنخدم به معكم اللي هو ديال 200 مليلتر، ضفت عليه كيس ديال السكر فانيليا وثلاث ملاعق كبيره مملوءه جيدا ديال السكر سنيده او لا السكر حبيبات، وملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه او لا الخميره حبيبات اللي تقدروا تعوضوها كذلك حتى بالخميره المعجونه. صافي كنخلط هكا شويه دوك المكونات بالطراب اليدوي، وكنضيف نصف كاس ديال الزيت المائده او لا الزيت النباتي ما يعادل 100 مليلتر، وعلبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر وبدون نكهه من وزن 125 غرام. كنضيف كذلك ملعقه صغيره تكون ممسوحه ديال الملحه او لا الملح، وغادي نضيف هنايا القشره او لا البشر ديال البرتقال او لا المندارين او لا نستعملوا النكهه ديال البرتقال او لا قشور الحامض اللي بغيتوا تنكهوا به هذه الوصفه هذه استعملوه. فانا هنا استعملت القشور ديال المندارين، كما قلت لكم تعوضوه يا بقشور الحامض او لا البرتقال. وصافي تنعاود مره اخرى بالطراب اليدوي تنخلط كل شيء ونبدا في اضافه الدقيق. فكنضيف هنايا الكاس الاول، وكيف كتشوفوا الكاس راه كيكون ممسوح. كنخلطو مزيان حتى كيختفي تماما، ما يبقاوش يبانو عندي هكا شي تكتلات ولا حبيبات ديال الدقيق. وكنضيف هنايا الكاس الثاني، نضيف عليه ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكين باودر ما يعادل كيس ديال 7 اولا ديال 8 غرام. صافي تنعاود مره اخرى بالطراب اليدوي تنخدم المكونات مزيان مع بعضهم. فهنايا الخليط ديالي مازال شويه سائل، عفوا غدا نعاود نضيف ليه نصف كاس ديال الدقيق. صافي وكنخلط كل شيء مزيان مزيان مع بعضهم حتى كنتاكد بان كل شيء اندمج مع بعضه. صافي وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط، ما كيكونش جاري بحال الخليط ديال الكيك، وما كيكونش عاوتاني يعني قاصح بحال الخليط ديال الخبز. فكنزول هنا الطراب اليدوي لانه صافي كملت منه. فكما شفتوا راه ما قصناش نهائيا العجينه بايدينا، كل شيء خدمناه بالطراب اليدوي. وكنضيف هنا الحبيبات ديال الشوكولاته اللي تقدروا تعوضوها بالزبيب او لا هكا اي نوع ديال المكسرات اللي بغيتوا هكا استعملوه. صافي غادي نغطي هكا على الخليط ديالي وغادي نخليه حتى كيختمر ويضاعف الحجم ديالو. من بعد هنا ما كيكون اختمر لي داك الخليط، فغادي نجيب شويه ديال الزيت ديال المائده لانه كيف كتشوفوا الخليط راه كيكون شويه يعني جاري. كنغطس ديك لاسباتول في ديك الزيت ديال المائده باش ما يلصقش ليا فيها العجينه، وكيف كتشوفوا كنخويه من داك الهواء اللي تكون فيه لانه خليناه حتى خمر. وكنجيب هنايا الطاوه ديالتي اولا المول، فبالنسبه لهاد الطاوه راه القطر ديالها 30 سنتيمتر. فرشت ليها قطعه ديال الورق ديال الفرن ودهنتها بشويه ديال الزيت ديال المائده، ودهنت كذلك حتى الجوانب ديال الطاوه. صافي وكما شفتوا كنوضع فيها داك الخليط اولا داك العجين، وكندهن ايديا بشويه ديال الزيت ديال المائده لانه كما قلت لكم العجين راه كيكون كيلتصق. صافي وكنسرح داك العجين، راه بسهوله كيتسرح معكم لانه كيكون يعني خفيف، راه بسهوله كيتسرح معكم. نحاولوا نقدوا له هكا الوجه ديالو بهذا الشكل هذا. صافي وغادا نغطي عليه ونخليه كيختمر للمره الثانيه، لكن هذه المره غادي نخليه كيختمر فقط غير 20 دقيقه، ما تخليهوش يختمر بزاف حتى يضاعف له الحجم ديالو. 20 دقيقه راه كافيه، والا كان الجو سخون ف 10 دقائق راه كافيه لانه دابا الجو بارد فخليته 20 دقيقه. صافي من بعد ما كيكون اختمر لي داك البريوش ديالي فغنسميه بريوش سائل، خديت صفار بيضه اللي ضفت ليها شويه ديال الحليب، وغادا نبدا هكا كندهن بها الوجه ديال البريوش ديالنا. حاولوا انكم تدهنوا غير بشويه لان كيكون العجين خفيف وكيكون هو مختمر، فباش ما تهبط لكمش الخميره دهنوا غير بشويه. صافي وكندير ايديا في شويه ديال الزيت ديال المائده، وغادا نبدا هكا كنعلم بهذا الشكل هذا لان هذه البلاصه هذه هي اللي غادا نعمرها بالشكلاط. فما تنساوش انكم تدهنوا يديكم باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم. صافي تنجيب الشوكولاته الخاصه بالدهن اللي وضعتها هكا في هذا القمع هذا، وغادا نوضعها بدوك البلايص اللي علمت بايديا.
تقدروا تعمروا كذلك حتى بلا كريم باتيسير اللي بغيتوا ديروه. صافي وغادي ندخل البريوش ديالي اللي سبق لي الفران، عفوا اللي سبق لي وشعلته على 180 درجه. غادي نشعل عليه دائما غير من الجهه التحتانيه، كنوضعوه في الوسط. غادي نشعلو من الجهه التحتانيه حتى كيبان لكم راه تنفخ وبدا كيتحمر من الجناب، عاد كتشعلوا له الفوق باش كيتحمر وتا ياخذ هذا اللون هذا اللي كيجي جميل بزاف. فكيف كتشوفوا راه واحد العجين اللي كيجي خفيف بحال الريشه، يعني كيجي مقطن بزاف. فكيكون هذا هو الشكل ديال البريوش ديالي بعد ما خرجته من الفران. ومباشره بعد ما تنخرجوه غادي ناخذ شويه ديال المربى اولا العسل اولا الناباج اللي بغيتو تدهنوا به. فانا هذا المربى سخنته شويه فكندهن بها هكا دوك البلايص اللي ما وضعت فيهم يعني الشكلاط باش هكا كنزينوهم من بعد. صافي كي كتشوفوا هنايا بالنسبه لذاك الوسط راني وضعت فيه شويه ديال اللوز ايفيلي اللي هكا حمرته في الفران. فبالنسبه للثاني كنت باغا نزينها بالكوكوس درت اللوز كونكاسي، فماشي مشكل راني داركت الموقف في البدايه. المهم والثاني هكا زينته بشويه ديال الكوك، والتزيين راه تيبقى اختياري كتزينوا يعني على حسب الرغبه ديالكم. وهنا في الاخير زينت بشويه ديال اللوز كونكاسي اللي حتى هو محمر في الفران. وصافي كيف كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي جميل بزاف. هكا تقدموه يكون دافي يكون احسن، عاد كتقدموه للضيوف ديالكم. وصافي تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم. فصدقوني البنات كيجي خطير بزاف، والمذاق ديالو ما نعاود لكمش، داك التناغم ديال النكهه ديال البرتقال اللي درنا في دوك القشور ديال المندرين مع الشكلاط الخاص بالدهن كيجي المذاق ديالو واعر 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 بزاف. البنات كنتمنىكم فعلا تجربوه لانه فعلا خطير. والله انا هذا اللي درته ما بقاش لي يعني ما داش عليه النهار، رغم انني درته في العشيه الغد ليه ما بقات منه حتى فرتيته. خولي داتي يعني اللي مولف ان ما تاكلوش ليا انا هكا هاد الحوايج اللي كيكون فيهم هكا لوز كونكاسي اولا شي حاجه مزينه هكا من الفوق ما ياكلوهاش ليا. ما عدا الا كان هكا داك البتي بان اولا داك البريوش اللي كيكون على شكل هلال هذاك راه ياكلوه، لكن بحال هذا الشيء نهائيا ما ياكلوش. ولكن ما شاء الله والله البنات الا طاروا به لانه جا بنين 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 بزاف كما قلت لكم. داك المذاق ديال المندرين مع الشكلاط وجا واحد العجين ليه شيش ورطب بحال الريشه. كنتمنىكم فعلا البنات تجربوه، وانا اكيده ان شاء الله الا جربتوه غادي نتعاودوا تجربوه مره اخرى، لانه كما شفتوا راه ساهل في التحضير ما فيهش يعني تماره، ومقاديره جد اقتصاديه وبسيطه ومتوفره في كل بيت. قدموه هكا في الكوتي ولا الفطور اولا الضيوف ديالكم، راه حتى هو يعني واحد الحاجه اللي كتحمر الوجه رغم البساطه ديالته. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. كيف العاده ما تنساوش ديال لايك الفيديو الى عجبكم، وكذلك البارطاج مع احبابكم وصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.